موجز لأهم الأنباء، وهذه أبرز عناوينه. الأرض تهتز من جديد في منطقة يرحوز، ومدير المعهد الوطني للجيوفيزياء يوضح ارتفاع أسعار الخضر والمواد الأساسية والطماطم تشهر العين الحمراء في وجه المواطنين. النموذج من سوق الخميس بزايو. إجهاض عملية ضخمة للتهريب الدولي للمخدرات بميناء بنينصار بالناظور. الحكومة تحسم اليوم في الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم. إلى التفاصيل، أهلا بكم. جمعة مباركة، والبداية بالشأن الوطني. قال ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء إن هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على سلم ريشتر تم تسجيلها بجماعة إيغيل إقليم الحوز. وأوضح جبور أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات ولم تسفع عن أي خسائر بشرية أو مادية. وأضاف المتحدث أن هذه الهزة هي من توابع الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في شتنبر الماضية، والذي بلغ قوته 7 درجات على سلم ريشتر. محليا، عادت أسعار الخضر وبعض المواد الأساسية إلى الارتفاع بسوق الخميس بزايو على غرار باقي الأسواق بالمملكة. وسجلت أسعار الخضر ولا سيما الطماطم ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 15 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تجاوزت أثمان البطاطس والبصل 7 دراهم. وبهذا الخصوص نستمع إلى هذا التصريح. شوفوا الأسعار، كل شيء غالي، الخضرة غالية كما كتشوف، مطيشه وصلت 15 درهم، بطاطا 8 درهم 9 درهم. حنا اليوم جبنا شويه المروه ديال البطاطا للناس، بطاطا 6 درهم، الخير ديال البطاطا 6 درهم باش البوفري يقدر يشري. كتشوفوا الظروف كي دايره، الدعوه عيانه، ما كاين لا خدمه لا شتاء، الله يجيب لنا الشتاء ان شاء الله. الناس لا اله الا الله مقهورين، مقهورين بمعنى الكلمه، ما كاين لا خدمه لا والو في هذه البلاد هذه. الله يستر السلامه وصافي. دابا الاثمنه كتشوف 6 درهم، حنا كندي واحد البركه قليله باش البوفري ياكل البطاطا. راه مساكين كانوا مقهورين، كانوا بطاطا 10 درهم ما كيقدرش يديها، 8 درهم ما يقدرش يديها، راه بطاطا خصها 4 درهم 3 درهم ونص، هذاك هو الثمن ديالها باش البوفري يقدر يدي البطاطا لوليداته. دابا كلشي غالي، فين ما تحطي ديك 10 درهم 12 درهم للحاجه، راه اش غادي نقول لك، الله يجيب الشتاء. وإلى مدينة الناظور، تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك بميناء بنينصار من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 141,750 قرص طبي مخدر كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق كانت قد أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المؤثرات العقلية مخبأة بعناية داخل سيارة خفيفة مرقمة بالخارج، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، وتوقيف سائق هذه الشاحنة وهو مواطن إسباني من أصول مغربية يبلغ من العمر 44 سنة. ونختم بهذا الخبر. من المنتظر أن تحسم الحكومة اليوم الجمعة في الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم بناء على التطمينات التي تلقوها من طرف فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية خلال اللقاء الذي جمع الحكومة بالنقابة التعليمية يوم أمس الخميس. وحاول فوزي القجع طمأنة النقابات التعليمية الأربع بأن الزيادات المرتقبة للنساء ورجال التعليم ستكون مضمنة في قانونية المالية لسنة 2024، وسنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. أطيب المنى، في أمان الله.